لكن فما حاجات لازم ننتبهوا لها واحنا في ديارنا. اليوم احنا في عصر الانترنت، تعرفوا شبابنا وصغيراتنا، وما فماش اليوم تقريبا الا وعنده صله بهذا العالم الافتراضي، سواء من خلال الجوال نتاعو، سواء من خلال الجهاز نتاعو في الدار، سواء في بعض الاماكن اللي يدخلونها وينجموا يبحرون في هذه المواقع يمنة ويسرى. احنا اذا كان ما نجموش نزرع في صغيراتنا مراقبة ربي، مراقبة المولى سبحانه وتعالى، ما نجموش نكونوا معاهم ديما في ظلهم. احنا نخدموا والالتزاماتنا، وهم وحدهم في غرفهم، وما نجموش نتبعوهم في كل تركينه. لكن عندما يستشعر الطفل ان ابوه ماهوش معاه، وامه ماهيش معاه، واخوه ماهوش معاه، والمعلم بتاعه ماهوش معاه، ولكنه يقول الله معي، الله مراقبي، الله مطلع علي. اذا احنا غرسنا في اولادنا هذا المعنى ونجحنا في هذا المعنى، ما عادش طفل يولي هو يجعل نفسه هكا الخطوط الحمراء، تقول هذا يرضي ربي، هذا ما يرضيش ربي سبحانه وتعالى، هذا يغضب المولى عز وجل، وهذا ربي سبحانه وتعالى يحبه من عباده، فيقدم على ما يرضي الله ويعرض عما يسخط ربه سبحانه وتعالى. اذا اليوم نجحنا احنا في هالعلاقه وايجاد هذه العلاقه بين صغيراتنا وربي سبحانه وتعالى، نجحنا يعني. اذا ربي سبحانه وتعالى هو توفيق ربي عز وجل باش ينجحنا ربي سبحانه وتعالى علاقه صغيراتنا مع والدينا. معناتها انت الرابح في النهايه. انت الرابح، احنا رابحين، الاولياء احنا رابحين لما دليناهم على ربي سبحانه وتعالى، حفظنا صغيراتنا من شر المهالك، من المطبات، من انهم باش يسخطوا المولى سبحانه وتعالى. واللي غضب ربي عز وجل، اش ينتظر هذا الانسان؟ اش ينتظر هذا الانسان؟ مهما اعطيته، مهما نجحته، مهما قريته، مهما اعطينا احنا العبره بالنتائج، هل ربي سبحانه وتعالى باش يوفقه لسعاده الدنيا والا لا؟ فنسال ربي سبحانه وتعالى ان يحفظنا صغيراتنا، ويحفظنا والديهم وامهاتهم ايضا. وربي ان شاء الله سبحانه وتعالى يكرم الجميع بطاعه الله سبحانه وتعالى، وربي يحفظنا بلادنا من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن، واللي يحب ان هذه البلاد الطيبه وماليها الخير، ربي ان شاء الله سبحانه وتعالى يفتح له كل ابواب الخير، واللي يحب لها الارض الطيبه وماليها السوء والشر، فاننا نكل امره الى الله. نكل امره الى الله. قولوا لا اله الا الله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.